وفيم ياسم الحقيقة، ونحن معروفين إن نقول لا الحقيقة ذاك هو اللي ظن بروسنا، وياسم من الموريتانيين قابلنا ويتابعنا على ذاك الأساس. أول شيء نبدأ به قضية المسابقة اللي عدلت الحكومة الموريتانية في قضية الأطباء، وهاي رواية قريبة شيئا ما. وكنت نبقي قبيل يعود حمد الشيخ والقزواني والوزير الأول ووزير الصحة ووزيرة الوظيفة العمومية جبروا لها حل به اللي لا ينقيسوا مروة مت محمد الأمين. هاي الطفلة مثلا أنا قبلت أخبارها كاملة، هاي بعض طفلة من البيضان مالها، هاي الطفلة قبلت بك 2010 وقرأت 7 سنوات في كلية الطب في نواكشوط، وذيك 7 سنوات كانت كل سنة تجي رقم واحد. صمتوا معايا، مروة مت محمد الأمين كانت كل سنة تجي هي رقم واحد، يعني هي المتفوقة الفوقانية في كلية الطب. نيعة 2017 قاست تونس ياك تكمل قرايته ولا تعدى ذاك التخصص تبقى هي، الله أعلم. وعندينها متخصصة في الرية وجهاز تنفس، واشتغلت في طب تونس 4 سنوات وقرات فيها، وقد جبر التدريب شور فرنسا، ورجعت لتونس. ونين جات كورونا، كانت هي اللي شارفة على الطب في تونس اللي فيه الناس اللي محجوزين فترة كورونا. في ذيك الفترة تعرفوا كاملين ان العالم كان مخلع وكلها يحجب وكلها يتفتف وكلها يقعد في قاع كورونا يشحدوا، وكلها مولي عاد ما يبقى يموت، خايف لعل يموت سابق عام كورونا. قامت مروة مت محمد الأمين بها متنا اللعق، انا نقولها لا اللعق. في ذيك الفترة الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول يدوروا للطباء يساعدوهم، وقالوا لهم نيتوا في فترة كورونا لا يعطوهم إقامات، وهذا كل حد قد يرجع الخطاب بايدن وخطاب بعض قادة العالم. قامت مروة ولبات النداء والوطنية وحب الوطن من الإيمان، وجات لمراقة قال الجمهورية الإسلامية الموريتانية. أنا هنا عايز أتكلم لا عن مروة مت محمد الأمين، طفلة من البيضان جيلها أبيض، ما في دقست ذاك الأخر عينكم أنتم عليه. جاءت مروة مت محمد الأمين الموريتان واشتغلت فيها وقدمت عمل زين، ولبست بلوز وكانت دائرة ماسك، ولاد قد فاصل وجهها من عقابها بيها جاد عليها للواح اللي فيه. وجات مولي في ظروف حسب المعلومات اللي جبرت ان جهاز التنفس في موريتان متخصصين فيه الا 3 ولا 4، واحد منهم ماشي في رترت واثنين منهم هم الباقيين، ولا يتعود هي الثالثة في موريتان. اسمحي لي، الطفلة ذنبتها من 2010 الى 2017 تجي رقم واحد، وقرات في تونس 4 سنوات تخصصها، وقاست فرنسا وعدت فيها استاج، وكانت تدورها كندا تشتغل فيها بها اللعق، بسمحي لها تعدى المسابقة ولا تنجح. هذا أنا نبقي نسوي الحمد الشيخ القزواني كان منطقي، وهي كان قد يستوعبوا العقل. ثانيا العالم كامل يدور لطباء، والعالم كامل يدور أصحاب الناس اللي دمقتها فيها شي ما ولا لخنانة، يعطيها الجنسيات ويعطيها الإقامات ويوفر لها السكن ويوفر لها عيشة كريمة. سمحي لي، انتم عدوا عندكم 50 مواطن موريتاني معدي مسابقة يعودوا ما ينجحوا في التقويم الشخصي ورا الأسئلة الشفهية، هذا أي معنى؟ أنا هذا اللي حمار وراسي ما في ما والخنانة يجي لأكبر شرائك أمريكون عدى الأورينتيشن يقبوني، ونمذيلة ياسر ما يقولنا عندكم مشكلة اللغة ولا يقولنا عندكم مشكلة الفهم، هم يدوروا العمال يدوروا الناس. المسألة الأخرى هاي الطبيبة الأخرى
اللي من شريحة أخوتنا في الدين وفي الوطن اللي هي هذه الطفلة الكورية قلت انتوما اللي متخصصة في الأعصاب. بسمحي لها ما قدها تنقبل، بسمحي لها حد متخصص في الأعصاب يرتد على سبة كلمة من اللغة العربية، أفقر لغة في العالم، أفقر لغة في العالم اللغة العربية. ما فيه اليوم مادة في العالم تتباع باللغة العربية، ولا فيه مادة اليوم تتعامل باللغة العربية. لغة يقول واحدين لغة القرآن متوافقين عليها يا غير، ما هي لغة العمل. والقزواني ما يقرر تركته اللغة العربية، يقرر في المدارس الفرنسية. محمد البلال تركته يقرأ في المدارس الفرنسية. مفوض موريتاني حقوق الإنسان تركته يقرأ في المدارس الفرنسية. حنان ول سيدي ولاده يقرأ في المدارس الفرنسية. مسقار ولا قويز تركته قرام الفرنسية. مولاي محمد الأقضاف تركته يقرأ الفرنسية. عثمان كان تركته يقرأ الفرنسية. النواب تركتهم يقرأ الفرنسية. شيوخ القبائل تركتهم يقرأوا الفرنسية. نعتولي والجنرال والله والمدير والله والرجل أعمال يقرأ باللغة العربية، يقرأوا الفرنسية. الصين تشتري من عندكم باللغة الإنجليزية، تتبايع مع تجاركم باللغة الإنجليزية. أمريكا تتعامل معكم باللغة الإنجليزية. أوروبا تتعامل معكم باللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية. بسمحي لها تفرطوا في طبيب تعصاب، وانتوا ما عندكم الكادر البشري إنها ما قدرت تصلح كلمة من العربية. هذا ني يقولوا أي حد في اليوم يعدلكم ضحكة، يعدلكم جوقة، يعدلكم جوقة. أمريكا هي أعظم دولة، الدور الأطباء، الدور الناس الأدمقة. هنا ولي عن الناس اللي هاجرت ما تعرفش ولا عنده مستوى. الناس اللي مشات وفوتت 17 سنة تقرأ ورجعت الدولة الدور تخدم، ما تقدر تخدم بيلي ما تكون كيف العربية. أنا نقدر نتفهم أن نعاقبه مروة محمد الأمين ليتخسر شيء في شغلتها، ليتفرط في عملها. نقدر نعاقبه هاي الأخت اللي قلتوا أنتم الكورية واللي هي موريتانية وأكثر منكم وطنية، لما تعود متفانية في العمل. يا غير نقصوا رجاش من الوظيفة العمومية أنه ما يتكلم اللغة العربية، هو عنده تخصص وتخصصه جابرة فيه 15 فاصل، متخصصة في الأعصاب يا الناس، ومروة متخصصة في الرية، مروة محمد أمين متخصصة في الرية وجهاز التنفس، وفوتت 17 سنة طرحة وراكع لمقعدة ومبين واكشوط وتونس وفرنسا وكندا تقرأ. ياك تجي نواكشوط موريتان فترة كورونا وتخدم في وطنها، انقالت ما تقدر تمشي في الوظيفة العمومية. وهذا كامل علي سبت 50 طبيب معدي مسابقة. أقسم بالله العلي العظيم هذا فضيحة، أقسم بالله العلي العظيم يا هذا إلا شوين. المسألة الأخرى، ما في موظف في موريتان ولا وزير ولا نائب ولا حد في المهجر يقري تركت اللغة العربية. اللغة العربية لغة فقيرة، لغة ما عندها أي قيمة، لغة ما هي ما يتعامل بها العالم، ما يتعامل بها العالم. وهم ما هم حاكمين ما هو بالجهل، يظلوا يقرون العربية وهم يقروا تركتهم في أحسن المدارس ويدواوا في أحسن المدارس، يقير لغز بسيط إلى أقصى درجة. محمد الشيخ القزواني ني توجع درسه ما هو مداوي في موريتان، ني يقلق عرق في قلبه ما هو مداوي في موريتان. نفسها جنرالات، نفسها رجال الأعمال، نفسها بعض المنافقين من الصحافة والمدونين. يا غير شعيب موريتان الطيب اللي مستعمر هو اللي مخلفهم، ما أنا جايبين له مروة من محمد أمين بيلي متخصصة في الرياء وتعرف عملها، ما أنا جايبين له هاي الأخت بيلي متخصصة في الأعصاب ولا يتعدل عملها. لا يخلوا مع شي من بوزوات، شي من الخلق اللي ما هو مهم. يا الناس يا الناس، هذا ما يستقيم، وهذا ظلم، وهذا ما يتواسى. حد ماني محترم اللغة العربية، اشربها انت في كاس وبلها وكلها، ما مهم عندي. مهم عندي ياك نصلي به وياك نعرض به صوراتي وياك اللي مشي منه حالي، ماني مسول عنه ولا مهم عندي. ما في اليوم بنك في العالم يتعامل باللغة العربية، ولا في مؤسسة تجارية تتعامل باللغة العربية. السعودية تخلات عن اللغة العربية، الإمارات تخلات عن اللغة العربية، العراق تخلات عن اللغة العربية، دمشق تخلات عن اللغة العربية. الفيافي الكذيب الزفير هم بروسهم ما يقروا تركتهم اللغة العربية،
سمعت ولا يحترموا اللغة العربية، هذا شيء من الاستهلاك قابلينه هما وجميع الأطر موريتان المثقفين قالوا اليوم قراوا لا باللغة الفرنسية. سمعت، ها هي الحقيقة. هذا موجب إن ما ينقبوا 50 طبيب موريتاني ينقصوا بهذه الدرجة. هذا ياسر من المحقرانية وياسر من الظلم وياسر من قلة احترام الآخر. المسألة الأخرى شفت محمد الأمين والفاضي يقول بأن والكليب الطبيب أنه ساء للغة العربية وأنه يساء للقرآن الكريم، هذا لا يركب الموجة. محمد الأمين والفاضي هذا هو براسه أبياج وتبدل، هو براسه يترجعوا الفيديوهات 2010 و2018 و2016 لا يتشوفوا ذوك هو النور، نور نور لوقية عاد على وجهه. هذا الراجل هو أكبر مصراط في تاريخ موريتان، عنده صفقات في وزارة النقل، عنده صفقات في وزارة المالية، عنده موري سانتر تصف فيه، عنده موري بوا تصف فيه، عنده مريم بنت الداهي تصف فيه، عنده وزارة الصحة تصف فيه زمن مختار والداهي. حتى أنه بهمتن التبنضي زمنه هو وزمن الجميع اللي كانت معاه تناضل، كانت الفضاء تنطالع عند طريق محمد القدر وفوكلات موجدة، وكانت واحد منهم مبكى يجبر 100,000 وواحد منهم ما بكى يجبر لا 50,000، وكانوا كامل يعدلوا ممول، ما كانوا يعدلوه بدافع وطني. حتى انه اول تجربة وعدلت له صندوق كورونا، تعرفوا انه 97 مليار هو ندار في لجنته كارو وسلطه، ولا خارج الشيء ما يدخل فيه خنافر وكي ذنبان ورقاج مصراد، ولا يقدر يقعد معاك ما سجل كلامه. ولا حقول مريم والله، لا حقول محمد احمد ولا حويره. معنا يا الناس عودوا واقعيين، عودوا واقعيين وعودوا موضوعيين. المثل ما فهم اي مشكله لا بين اللغ لا بين الكور لا بين البيضان لا بين الحراطين، هذو كاملين عايشين في جحيم وعايشين في جهنم ومظلمه. اولاد الفقراء اولاد الطبقه الفقيره ينقالها قراي العربيه وخارقاكم لا العربية، وهم تركتهم يقرروهم أكل فرنسي ويقرروهم في أمباساد فرانس ويقرروهم في مدارس أمريكي لموريتان، وواحد منهم يجبر بك مزور يمشي شور فرنسا يسكن مع أسرة فترة ويجي عنده لسان يقول لك أو بوف هلو كما خزو ما يقراو حمير به اللي عارف أنه لا يرجع لموريتان، لا يندار في السنين مستاج، لا يندار في أمسم سبي، لا يندار في واحدة من الوزارات. اما حملت الشهادات من اولاد الفقراء اللي قراوا 17 سنه و16 سنه و18 سنه ودفنوا في القرايه وجايين من بليده بعيد من القرايه، كلهم ينقبض ولا 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 ولا, ولا يوظف ولا يندرب شيء، يعقب مولي يلحق 45 سنه يعود ما تقدر يصلح الوظيفه العموميه، يعقب يعود عاد يتخمم في الهجره. هذا بعطون لا يقدو، هذا بعطون يا الناس لا يقدو، هذا لا يقدو تو. هذه النقطة الأولى، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي لا نتكلم عنها قضية هذا العلماء اللي نداروا في ساحة الحرية، هذا العلماء اللي نداروا في ساحة الحرية تعرفونهم ما يمثلوا جميع الموريتانيين، وتعرفونهم ما يمثلوا الشعب الموريتاني. ما خلق قبيلة ما فيها عالم، ولا خلق قبيلة ما فيها مفتي، ولا خلق قبيلة ما فيها إمام سيد، ولا خلق قبيلة ما فيها أكبر المحاضر. مثلا المعلمين فيهم العلماء، والشمال فيه العلماء، والشرق فيه العلماء، والترارزة فيه العلماء. نعدهم اللي لا يديروا العلماء ما داروا المرابط والحاج والفحو، اللي توفى يرحمه إن شاء الله، ما قد خش عليه وزير ولا قط الدواء في طب الدولة، ولا قط حج فوط الدولة، ولا قط جاهو الإسعافات ينطرحوا له، ولا هو باني تجار بخمسمائة مليون ستمائة مليون كيف محمد محمود كيف الشيخ عبد الله البية، ولا هو واكل حد فضة. ني عاد من يدروا العلماء الحيين ما داروا محمد والسيد يحيى اللي تلمدوا عيده هالموريتان كاملين واستفادوا من دروسه واستفادوا من اللي عدل، ولا داروا ملي علماء الكور ولا أمة الكور ولا فقهاء الكور، ولا داروا ملي
علماء الحراطين ولا فقهاء الحراطين. هذا هو اللي منين يجي ظلم هذه الدولة ويجي انها حكومتها ما تفكر وحكومتها واحدة فيه لا التفرقة وحكومتها واحدة فيه نوع من الأمور اللي عبثية ما تقدم ولا تأخر. نحن بدل الحكومة تخفض عنا الأسعار، بدل الحكومة تود الحلول للشباب يشتغلوا، بدل الحكومة تعود تود الفرص للناس يستثمروا فيها، الناس اللي عنده دخل عادي هم واحدين نمشي من الصور وشي من العلماء وعرفوهم بقبائلهم كان الدول الموريتانية ما هي موجودة. هذا ملي ما كانت جهة نواكشوط مستقل مسقمة فيه لي تامو اللي بوين لا يعدلوا بوين يعدلوا بوين ما يساو. حمد الشيخ القزواني، حمد الشيخ القزواني حالي الرئيس الحالي هو الاخر عالم ومتصوف وعنده محضرة كبيرة قال محضرة شارع الشيطان، وعنده كتاب تعرفوه كاملين قالوا كتاب بارشوكاتي بين مولي يديروا له هو الصورة ويعرفوا براسه ويديروه. يا أهل موريتان هاي الواحد فيه ما هو مهم، ولا هو اللي ينتج ولا هو اللي يبني ولا هو اللي يقدم الدولة. هاي انتم ونحن متأخرين متأخرين متأخرين. الطليان يعدوا بطريقة شوينة، الأسواق ما هي منظمة، الأسعار مرتفعة، الجهل منتشر، البطالة منتشرة، الجريمة منتشرة. ما تقد قيس مشاكل ما في ظلم وفي المشاكل. بالنسبة للنقطة الثالثة هي قضية اللجنة المستقلة للانتخابات. اللجنة المستقلة للانتخابات راكم شفتوا الخلق فيها، راكم شفتوا الخلق فيها كم تعرفون حاز عليها صاحب اللجنة المستقلة للانتخابات الداول عبد الجليل اللي فتنا قلنا لكم انه حد كيفته هو راتو بول يعود هاني شور القدية قلبه تسبيحه وعاطي راسه العافية ويعيش ما بقى من عمره في العبادة وطاعة الله تبارك وتعالى. هو وحمد حمد والحويرذي وتقاسموه الداول عبد الجليل قبل منها 67 رقاش، والحويرذي قبل منها 57 رقاش، والاخر وخلى الرؤساء اللجنة كل مقبل ذاك الباقي يقبل. هذا لا كيفت ذاك القط خلق بداية فترة حكمه القزواني، خلق في المالية، خلق في السنيم، خلق في الضباط الجيش، وخلق في الشرطة. نفس السيناريو. لماذا؟ لأن الشعب الموريتاني ما بيتكلم، الشباب الموريتاني راضي بذا الواقع، راضي بذا الواقع ويختار يتم مقصي. يا غير كتب على فيسبوك وتخيط خيط عليه، ما هو اللي يجيب الحقوق؟ الحقوق يجيبها العمل الميداني، يجيبها التضحية، يجيبها انك تحل فمك تتكلم، يجيبها انك رافض الواقع. ما يجيب هذا؟ هذو الناس من مجيتهم هما قابلين الوظائف الرسم. الطفيل بوه محمد جميل منصور ما قال حد انه ما عنده الحق يوظف، ولا قال حد انه ما عنده الحق يعد المسابقة. يا غارفهم واحدين اخبرهم من طفيل بو جميل منصور واقرا منه واخبر منه في المعلوماتيه، يقال الفرص ما هي متكافئه به اللي ذاك بو محمد جميل منصور انقبض مقبوض بالوساطه فاخر زمنه عاد يتوسط الولو. محمد جميل منصور ما قط عاد مناضل ولا قط بات ليله في الخلا ولا قط تشتغل، كان فماتي مصير عليه وفماتي صيرت عليه قطر، فماتي كانوا مصير عليه رجال الاعمال. ما هذا تسمعوا هم مناضلين؟ ما في مناضلين، كله فهم تنطع الفضل من خلاقته إلى مماته. معنى أنه ما في ما قال حد سمعت شيء من المراد رد محمد قلام اللي عنده خلاص في الرئاسة له 3 سنوات قبل. محمد قلام اللي حالا معدنه إمام سيد ولا مخلي وزارة ولا مخلي بلد ما يتوسط فيه ولا مخلي مساعدة ما مدخل فيها خنافر ومش رياله التأكس عاطتها له جماعة ديبوسات. هو براسه عنده خلاص قبل من الرئاسة، لأن هو آخر حد يتكلم عن المبادئ وعن السقم وعن شيء صالح. ولا قط بات ليلة في الخلا ولا قط وصل الفضل، تمات قطر تصب فيه فضل وتصب فيه تركيا وتصبوا فيه رجال أعمال موريتان هالدوية وهالبيرو دي شانج والناس اللي تأجر السيارات ويمولوا له حملات نيجي مولي القزواني عادي يصب فيه. معانهم لا يسكتوا
سكتوا فاهموا. هذا نفس الشيء خلق في هذا الخلق خلق طوي في الخلق البارح. طوي في الخلق البارح روايه امي بسيطه، ما يكبر احد عن قده. محمد ولد الطالب، محمد ولد الطالب البوساتي ولا قال، ما قال حد انه ما عنده الحق انه يوظف، ولا قال حد انه ما عنده الحق يعين. يقال ان دالو بويل اسمه الثلاثي، ما ينقبل اسمه ينقلع منه الاسم ويندارو لا محمد ولد الطالب. وجاي مولي من السنين، جاي من السنين على حساب الشباب اللي في وزارة المالية، الشباب اللي مفتشين في وزارة إدارة الضرائب، الشباب اللي مدققين في إدارة الضرائب ووزارة المالية، اللي هم عشرات السنين ولهم من الزمن فماتي جا هو وندار عليهم، وندار مولي على السيولة. معناه أي شك اليوم لا ينقبض في التريزور، لا يقبض رجل أعمال، لا يقبض أي مؤسسة، لا بد هو يعود عاطي لفافير انه يعطى. معناه الصبح حد فقع ولا حويرتي يقول ذاك الراجل لا تعطيه الشكوى. هذا هو اللي تكلمنا عنه. وامه والدته يحفظها ان شاء الله مستشاره في الوزير الاول، ما هي اسره كوس ذا كامل شبي بانه زوج طفيلين قالها مريم بو محمد محمود ولا حويرتي. هذا هو اللي تكلمنا عنه. هاي الوساطه، هاي هي الوساطه وهي المحسوبيه. رقاش من جوم شور سنين ياكن دار من بليده مايلو. بالنسبه له الملايزين من خلاقته قلنا انه قابلينه قاع في تريزور، وقابلينه كان يشتغل في السلك المالي، بالرغم انه فترته يعدل المدرسه الوطنيه للاداره امتيازات وتمحاكم له قريب وفوائد والاجبار اللي ما جابرو اصحابه الاخرين. نيتاو يديروا هو الملايزين والخاله مريم تدا، لا يديروا له لا محمد زيدان يابسه يشك حد انه ما هو ما عنده علاقه بالاسره الحاكمه، لا هذا هو خالته داروه علي باللي منين جات بحشيشت الموريتان في الرزق، داروه علي تريزور اللي في نواديبو اللي تابع له الحوت والسنيم والمنطقه الحره، واللي خالق جا مولانا من الرزق داروه هو عليه. بل يقولوا تو يكتبوا اسمه، نحن هون مديره الليله ما لا يعين حد ولا ليندار حد، ما مشينا نسولو عن اخباره ونقصو بذرو لين حكموه. هما هاي القبيله المحترمين قال لها ديبوسات معروفه تقص، يا غير ما تنقص، يا غير اليوم صلت عليهم مولانا سيدي لك ما شي يتم يقصها ونقصها لين نقصها مولي ونحكم. يا غير الناس لو عينت الاخرى من دراك انا سميناها، والناس لو عينت ساب ذاك من دراك انا سميناها. نحن نسمو لا حد فيه خوخه، لا نسمو حد فيه خوخه حد عنده مشكله. مد تدير اسم رقاش الكامل، ما تدير اسم رقاش وتخلي اسمه لوخا. ها لا كيفت الناني ولد شروقه، الناني ولد شروقه انا سمعت له مكالمه يقول فيها محمد ولد عبد العزيز انه هو صاع التراك هاز فترة رئيس، قال نقول عبد نقول القزواني هو اللي ماطلهم، هو اللي يقول انه يخليهم هو درك متبارك معاه. يقول لك والعبد العزيز كان لا يشوش عالم مولانا الشعب الموريتاني ما في الدم. الناني ولي شروقة، الناني ولي شروقة اللي قبل العبد العزيز دار وزير الاسكان ووزير الصيد وفتح له موريتان كاملة وسرقها وعدل بها همه. يقول لك والعبد العزيز لا يشوش، هذا يعطيك درس ان الموريتان ما يقر فيهم الخير وصحبتهم ما يبعد حد بيها. والله مولي القدر انا سمعت وانا مكالمه ناني ولد شروق يقول فيها محمد والعبد العزيز بانه هو صن رايز انه صاعها وانهم ما بنحترموا الشبك، يا غير من الشيف دو تماجور اللي هو محمد الشيخ الغزواني انه هو اللي يقولوا بانه يخليهم وانه ذا كامل لا يعد. هاي من التسريبات اللي سمعتها. هذا اخترت هذا ثلاث نقاط نتكلم عنهم، واخترت مولي نقول المعارضة والأحزاب السياسية وذا الشباب اللي يشارك في هذه الانتخابات الجاية انه هو قاع ما تم شارك الشيء. هي الحملة بدأت، هي الحملة راهي بدأت، الحملة راهي بدأت. هم ذلي يحانوا هون شنهم، هم ذلي يحانوا هون شنهم، هم ذلي يحانوا هون مازالوا شنهم. وتات الدولة أرام دافعات يعدوا الحملة،
الأمناء العامون للدولة راهم دافعين يعادلوا الحملة، مديرين الدولة راهم دافعين يعادلوا الحملة، صنادرة الدولة الضباط السامون راهم دافعين يعادلوا الحملة، منصات راهي دافعة معاهم تعدل الحملة وتعدل التغطية. هما ذري حانوا شنو انت؟ ذري حانوا الأحزاب السياسية المعارضة شنو؟ ذي الشعبية تاكل عليها شنو؟ هي التراب، هي التراب دخلت عليكم؟ ما تقد تقديد فيسبوك ما راعي لك هذه القبيلة الفلانية وهذا هو مرشحهم، هذه جماعة الفلانية وهذا هو مرشحهم، هذا هو الفريق الفلاني وهذا هو المرشحهم، هذا هو دبي وهذا هو المرشحهم. أنا نسول نائب برامج داو العبيد المزاري حاني شنو؟ أنا نسول عبد السلام والحرمة اللي حاني شنو؟ أنا نسول محمد فاضل محمد بوي اللي حاني شنو؟ أنا نسول حسن واللاب حسن واللبات البركة اللي متبارك يترشح وعنده الحق فيها اللي حاني شنو؟ أنا نسول حزب التواصل هو ذري حاني شنو؟ ذري حاني شنو؟ الحملة بدت؟ الحملة بدت؟ الحملة بدت والحملة انطلقت، الحملة انطلقت وتات الدولة رام دافعات، منصات الإعلام حسن والمدو اللي كان هون 2010 و2011 نقعد وياك نصمتوا الكلام وبنواكشوط وجاد علينا ومؤمنين به راي قالوا يقولون بالحملة ما فات بدت ويعطيهم إنذارات. موف القبيلة رجعت بقوة عاد تمتم من الدولة من أجلاش من أجل القزمان ياكش برلمان. هذا ما هذا 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 مو منطق. خالد ميروان يقول مش محمد عبد العزيز، محمد عبد العزيز هذا لايف، هذا لايف عبد التالي كنت أنا هو ندافع عن راسي ونتكلم عن راسي ونبرع راسي ونتكلم عن مصدر فلطي اللي الناس كاملة مسولة عنها. أنت محمد عبد العزيز حكمت موريتانيا 12 سنة، اللي كان باقي فيك حالة هذاك شفت وباقي فيك بالكوار مظلمة وباقي فيك الحراطين مظلمة وباقي فيك فيات ليش مظلمة تعود ديك ساعة عدلت شيل موريتان، تعود عدلت ديك ساعة شيل موريتان توف ورايك عرفت بعد أنه هم اللي خدعوك وهم اللي صاقوك شهر الحبس وهم اللي شووا سمعتك. نحن بعد ديك ساعة مدوني الخارج والناس اللي مؤمنة بالوطن كنا نقول لك على عينك شفته يا غالي الأمر بسيط، أنت قاع صبرت وصبرت الكدر وصبرت السمعة اللي وشوهت عالم مولانا يا القزواني ما يجبر ليلة واحدة من الكدر ما صبحت الزبدة واخذة من فمه تاكي ميت بيصير أزواني بوم دوري عيطوله، دوري عيطوله سيدي محمد العزمان وطبيب القلب ويجي يدير عليه الصنتات ويقول لهم ها قابلت سكت قلبي بيلي ما يقدر يحمل كدر، بيلي ما يقدر يحمل كدر يقال ما لي يقبل، ما لي يقبل عبرة من الأخري، ما هو يقبل عبرة من الأخلي. جاد عليه بن محمد بن الفاضل إنه معاه، جاد عليه بن بعض الصحافة معاه، جاد عليه من بعض المدونين معاه، جاد عليه من بعض الأحزاب السياسية معاه. الناس مع لا أحد عنده السلطة، الشعب الموريتاني ما يقدر يعود قط باص استقلاله، ما يقدر يعود قط رفد مدفع به اللي مد مطوعينها مسلمين كيفتها ما أغطينهم الرقبة، ما يقدر يعودوا كانوا يعاندوا نصارى اللي ما فيهم الرحمة قالوهم. لا يورطك، لا يورطك، أقسم بالله العلي العظيم يا ولي قزواني ولي حويرثي باسم الله واحد، باسم القايسين في العدالة الله واحد. وخالد واحد يقول لك انتم ولي حويرثي لاني اسمع عزيز اسمع، نحن سمينا ولي حويرثي سابق لعبد العزيز وسمينا مريم سابق لعبد العزيز وتكلمنا عن الشعب الموريتاني سابق لعبد العزيز وتكلمنا عن معاناته سابق لعبد العزيز ووقفنا مع الطلاب سابقوا لعبد العزيز ووقفنا مع المظلوم سابقوا لعبد العزيز ووقفنا ضد الفساد سابقوا لعبد العزيز. يا أهل موريتان عرفوا رواية ما في مدة في الوطنية متباركة مع تبني دولة، ما في مدة في الوطنية متباركة مع تعدل دولة مؤسسات، القضاء فاسد، المستشفى الوطني تقيسه تجبر المشوشة والمعيز يتراصوا فوق المتاكل وتجبر بعر بعر عني الكلمة بعر عنز من يامس علي مطلة كحلة فوق المتكة يابس ما هو جابر حد يصبه الأطباء ما هو مديرين في ظروف قد يشتغل تجي المدارس
تجبر الفصل كامل متقيد. يا أهل موريتان، الشباب الموريتاني هاجر، الشباب الموريتاني مشى، يا دولة موريتان وفات ما تات خارج. ثلاث سنوات محمد القزواني ما عدل فيهم شيء، ما عدل فيهم شيء سوى شنو. يلا لي مشي بكيت القزواني العزيز لا يتعود. قاعد قال له سيد الرئيس محمد عبد العزيز هو لا يعوجه ولا يعوجه القزواني لا شيء قرايتيان لا يعوجه دار ذاك ذيك الصوصايه فوق راسه قفارة الصنادرة كي يطبق، هو كان يديرها فوق راسه تعود كي يطبق. لا يعوجه يطرحها قال لي سيد الرئيس انا ماني قابله، انا ماني قابله، انا تخويا لكن هذه السنة أنا أنت واحد سيد الرئيس، أنا أنت هذه السنة نأكل في قدح واحد ونشرب مكار واحد وقدنا موريتان شعور الحرية في بلد واحد ما تقد تمشي عنه، ما تقد تمشي عنه، أنا نبقى يتيم، أنا نبقى يتيم، أنا نبقى يتيم وهذا ماني قابل. لا خليك لا ينترفع على بويجر ولا ينترفع على النواب ولا نعيط من بيرو وزارة الدفاع هو في تعنا كي المأمورية وعدت المأمورية أخرى ورانا نلودو لحد يمشي سيد الرئيس ماني قابل. هو هضرو أكحل من ماندر والعبد العزيز الزرق كان جاد عليه. هذا هو القدر، شتو ها النوع وين قالوا الخيانة والقدر، أنك تقبل رجاج 30 سنة قلت أنت وفتي شهدت له في الملأ تقبضه وتصوق وشرحه بالمشنقة وعالم مولانا الرويخي محمد المصبو عسيب العبد العزيز وعالم مولانا الرويخ بها والقدر اني تشوف المحاضر اللي قال فيهم محمد المصبوع عن عبد العزيز هو بها هو بها والقدر اللي هو ضطعوا في الموريتان ما فيها حد تقدر تثق فيه ولا فيها حد تقدر تتعامل معاه. المحاضر اللي عند محمد محمود البيا راس الحمار واللي عند القضاء اني تشوف مثل قال محمد المصبوع دطعفون نسبه في موريتان ما عنده قيمة. عالوا مولانا يا الناس إذا لقاي لكم بصيفتو ذي ونهي تسمعوا كلام الناني والشروقة يقول تكيبر او نو 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 انا جيبه فني للسوار بس كل الزنفان يفولي طفيل بوها احمل اللي يرحمه يدوروا يمشوا به لابد نو 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 تريكة لابد لهم منه يعدل معنا حين لو ويكند لو ويكند بروشن يعدلوا مع اسماء. هذا النالي والشروق هذا الخي هذا الخي الموريتان ذو بحد سره يحكم الراس امورك احكمها راسك لا ترد همومك ومشاكلك واسرارك مع والدتك ما تقدر ترد على حد ما رد. والتسريبات خالقه موجوده ودور توخل ودور تنتشر ولا هي عند أي مدون في أمريكا للأمان، ما هي عند أي مدون في أمريكا، دور تنتشر دور توزع لنطاق واسع 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 ومهمة تسريبات مهمة بهذه أي تسريبات تفضح هاي جماعة 2008 و2005 مهمة مهمة دور. يبوه يعمل الفرنسية في ذمة الله ويعمل العربية تعود في ذمة الله ويعمل الإنجليزية تعود في ذمة الله. سمعت تو خاطري ولد جم ما قد سمعت له التسريبات ما قد سمعت له التسريبات يا غير خارجين التسريبات عن ولد عبد الفتاح هو ورجاش قريب من السيدة الأولى مريم تده فيهم فيهم السودان وفيهم شريكة معادن موريتان وكم اللي طلعت اليوم وسمعته أنا أنت جاني وان أوكي العادو أخيرت شريفة جيتي متوخرة العادو هم أسئلة العادو هم أسئلة تفضلوا إيه نختم اليوم شوي نعلق علي أولا بقى أنا نختم نقول بأن والله لو أخيرت بعلي سالم ولا علي وأخيرت محمد سيمالي هادو موريتانيين ومن هاي الفئة المحترمة اللي قالها قاون اللي فعلا مظلمة علي ياسر من الزمن
مظلمة وياس من الناس عنده عليهم النظارات الدونية. يا غير نختي شوي نعلق عدي رجال أحمد والأحمد الأولى. أحمد والأحمد الأولى فات بكى ذيك قال البكية نمبر وان. ذيك بكيتو وين قال البكية نمبر وان. نحن نو سبع سنوات. وأنا بعد لين نقول بأنه يخلي شيء للقاضي، يخلي شيء للقاضي من البكي والدموع. أختي نقول أحمد والأحمد الأولى إنه عارف مولانا لم يرحب به وسهلا. وإنه جاء الأرض ما يظلم فيها أحد. وإنه مولي تحود أخلاقه واسعة. ويعرف إنه مدونهم في أمريكا. بوي معاهم لا الاحترام وشي صالح. أنا ما أبقي. ما نبقى نسمي بيعانو ما يجي يتحمل أخيرت محمد بي محمد بي الله بيعانو ما يجي يتحمل أنا أختار ولا احمد ولا عندي ياس نبقي نقولوا له كان اختي نقولوا لا نعود قاعد نسروا بلي ياك نيتحمل نعود السقريف ونعتار له بلي نعم ما يجي يتحمل ضرباتي ولا يجي يتحمل ياك اللي نقولوا بالتالي نقولوا تو نيك البكية نمبر 1 وان الناس اللي هون ياس من الزمن تبكي بلي فعلا انت بعيد عن اهلك وانت بعيد عن حبتك صرت واحد كيف تو كان يعدل ياس من الفضاء لليله الوحده ونيوفه من حفلة يوقع لي بوتي قلبها ست بيضات وباش من تفسكي ويجي مولي ويوفي صارت ويصبح راقد ويوعى على نهار مقدس الثالث لك ما هو خارق هون لك ما هو خارق هون هون قدامه شرمط عليك كيف تجمل خارق لا شي حصلته بعضلتك معانك البكي مازال جايك ذيك البكي نمبر 1 مازالتك البكي نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 انت فتر حق نمبر 7 ذيك ساعة دوره ترودي وتعالى كامل عادي والتنمر نحن فرط تنمر خلقين التنمر نحن كاملين خلقين التنمر قال قاعد خايف بكيتو لأحمد الأولى يعود قاعد فتحت فيش دير ولا يجبر شي يوكلوا فيه يجبر فيش دير خاوي غير مولي نعرف علي السالم ما لي يمشي عنه هو ما هو مالي له فيش دار من الخير بيدي علي السالم داره دائما ولانا من الخير يغلاني نقول تو يصبر يصبر ويخلي شي للقاضي ويخلي شي يقاون ما يقدر حد يقول لهم شي خاسر بيدي يقاون شريحة محترمة من الشعب الموريتاني شريحة كبيرة وهو ما يمثلها ولا يجي دافع عنها ولا يرى تمري تم يعرضها لكن قال هالكلام والحافظ ما يقدر والحافظ دوبد ما يقدر يحكم متن جنون يقول شي خاسر للقاون أبدا بين يقول أنا ولو لا يقول ابن القاون خاسر ولا ينفع ولا يتواصل توف هذا اخترت باطن وجوله لأحمد دولا نقول بأنه يقوم الفوق وأنه يشتقل وأنه ينفض عنه القبرة وأنه يوفم التنعات عضلته ويوفم التنعات لقدايد الدير في دي ويعرف ان هون فيه لا اسوا كيف لا اسوا كيف الا اما السحاب تبطك الرزوز يدخل عليك والله مولي قلاص يخبطك وانت تكرط عن وتك ويديك مقرصين يا غالب عليك اللي يتعدل كامل الحمد لله حلال وطيب ومعروف ما صدره ونازل فيه البركة ولا انك طالب حد ولا انك فاصل بحد والحال هون متين 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 وراني بعد أنا أبوي العت اللي كل ليلة سأترك والله فهمتني غلط راني معتذر لك ومعتذر محمد سيماني ومعتذر علي السالم ودي علي توف أهلين فان فليكس مان الله مان الله مان الله العاد فهم ثلاثة أسئلة تفضلوا أخير تضي ولا عيلنا يسلم هو ما يقدر يتحمل لوقو في لباتي قد 12 ساعة ذاك متين فقدني خلق رواية لا نقولها نو ولي الجيلاني محمد أبو ولي الجيلاني رقم اختلافي معاه أنا عجبتني شخصيته وعجبني أنه أبا يلقي الصفقة ورانا متابعينها دور نشوف إذا كانوا لا يلقيها والله ما لا يلقيها يا قربة قطع أنه للأمانة رقم بلقته ورقم القلطة اللي خالق قاله رفيضه بأنه ما يلقي الصفقة أنه ما يمن صلاحياته هذا مبشر بأن الراجل أنه شخصيته
وانه يتابع القانون. دور نشوف انه ليه تلحق هو زويقل، دور نشوف كانوا ليه يقلعوه، والله لا يخلوه، والله لا يعقب مولي يقلعاته. دور نشوف في رواية قريبة، اختينا نقول وزير الخارجية احمد سالم والمرزوق، والله العظيم الحسيب الجليل ايه اللي قايل لكم اللي عندي عليه شهود، ونختار وزير الداخلي الرئيس الفعلي الموريتاني محمد احمد ولا حويرتي صنته. في موريتانيا، فيرجينيا عنده باسبور دبلوماسي، باسبور دبلوماسي يشرع لي السجاريت المحرمة ويهربها. اختار نقول محمد احمد سالم والمرزوق ومحمد احمد ولا حويرتي الرئيس الفعلي الموريتاني، ان فيه موريتاني في منطقة فيرجينيا في الولايات المتحدة الامريكية عنده باسبور دبلوماسي يشرع لي سيجاريت ويهربها شور نيويورك، وهذا هو اللي شوه صورة موريتاني وشوه سمعته. ما ودري يعدل سيدي والكماش، ولا ودري يعدل محمد بويا، ولا ودري يعدل الحافظ، ولا ودري يعدل مودوني بالخارج. هذا هو اللي شوه صورة موريتاني. قاتلوا منادمة اعطيني ايديك، قام وخر له باسبور دبلوماسي وقلبته وشافته تحت كاميرا، وانا عندي البوتيك اللي يشري منه وعندي النهار اللي يشري منه، ونيجوا اي موريتاني والله تفتح تحقيق ويرجعوا الكاميرات دور يشوفوه ويشوفوا اذا كان بيدي الموريتاني اللي كان معاه قالها بانها ان 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 فيديوهات المراقبه اللي في البوتيك وخارج البوتيك يقدرون يوثقوا ذا. هذا وصيفته، هذا تفوبي وشوين، هذا هو اللي ضيع سمعة موريتانيا. باسبوراتها عند الناس اللي ما هم ضبطة دبلوماسيين، يعني يطيحوا في كل بلد ويجبروا، وعند الناس اللي تسرق، والناس اللي تهرب، والناس اللي شريفة، والناس اللي مضبوطة ما عندها باسبورات دبلوماسية. افراش مسيد السعودية، هذه فضيحة علي وزارة التوجيه الإسلامي، وفضيحة علي ذي قال له رجال الأعمال الموريتانية، وفضيحة علي الناس كاملة اللي موريتانيا. به اللي فراش مسيد أكبر مسيد تعود نيدنكس عليه تشم رايحة البول، هذه فضيحة. وفراش مسيد نيتعود تقوطر عليه وتركع عليه أيديك يقرأ فيهم لعبس وتقرأ فيهم ريحة، هذه شوي. في نفس الوقت اللي شارع الشيطان خيامه أفراش وزير من فراش المسيد ويبخره وينصقره، وشارع الشيطان هذا في قتل الصحافة أن تقيس وتعدل عنه فيلم وثائقي، هو لا كيفة المربط، لا كيفة المربط، الناس توقف معاك تساوي معاك في الشارع، هذا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية. ذيك فضيحة، قضية المسيد فضيحة، يسوى أنا المسيد يسوى عليه وفراش باش ما أخذ لي في شيء، يا غير ذيك الفضيحة، وما تقدر يسقل من البحر خلاص. محمد بويا والبي الله قال إيش؟ محمد بويا والبي الله لا قريب مريم تده، أو زين محمد بويا هو اللي عاد قريب مريم تده، بويا تنشر اسمه لي صفحتك، أهلا سيد أحمد الطفيل وأخير تعالى ملام سيد أحمد الطفيل مرجعيتنا إحنا هذا يا أخي. با علماء الحراطين ياسرين، علماء الحراطين ياسرين اللي أنا وفو البث نسول لك عنهم نشر معك على الصفحة، الحراطين فيهم العلماء والحراطين فيهم الفقهاء والحراطين فيهم الناس الطيبة والحراطين فيهم الناس اللي دافعت عن موريتان والحراطين فيهم الناس اللي مثقفة، أنت تسول عن علماء الحراطين ما يوفى ولا يسعى، وما خلق قبيلة ولا خلق شريحة ما فيها العلماء، وناس موريتان شعب طيب شعب مسالم يقال شعب جبان وقابل عصابة حاكمته وتو مفركته وفهم؟ شارع الشيطان في منين بالتحديد أنا ما نعرف بلو يا غير الناس كاملة تعرف بلو، ما كنت تسوي عنهم ما كنت تقبل كاميرا كاشية وتجي في الليل معلقة خالقين كاميرات كيف تقلب وخالقين كاميرات يجوا بصرات ما عادت منه فيلم وثائقي يوقف معاك الشخص ويساوم معاك كيف حد جاي لا يشري قيار والله حد جاي لا يشري الشر. وخيرت حسن الله أبو وخيرت وريخست سيدي هذا النظام. شكرا لك على رسالتك ماهو شطاري عزيز حسب اللي واهم